بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بمشاهدينا الكرام كذلك في كل مكان. طبعا إحنا حلقة الأربع هي الحلقة المخصصة للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، واللي هي الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. وبنعرض كمان في هذه الحلقة كتاب قلوب عامرة، لكن احنا أضفنا فقرة كده هتكون اللي هي مقدمة الحلقة، هتكون في موضوعات آنية. يعني الحقيقة أنه في الآونة الأخيرة ظهر العديد من القضايا الخطيرة اللي هي بتأثر بدورها سلبا على منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات، سواء ده يعني على مستوى الأفراد أو على حتى مستوى المجتمعات. يعني في الآونة الأخيرة ظهرت قضايا زي قضايا المثلية، ظهرت مسائل تتعلق بالعقيدة والتوحيد زي الإلحاد الديني واللاديني والتطرف بجميع صوره وأشكاله، فآثرنا إن إحنا في حلقة الرد على الأسئلة إن إحنا نفرد مقدمة الحلقة كفقرة ثابتة لعلاج مثل هذه القضايا الآنية الأخيرة، طبعا قدر الطاقة. إحنا حلقتنا مع حضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء. الأصل إن إحنا في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، هذه الفترة بنرد على منكري السنة، وحنرجع مرة تانية إلى الرحاب المبارك في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وإحنا ما زلنا في سورة الحج. ويوم الأربع اللي هو خاص بالرد على الأسئلة وعرض الكتاب، وأضفنا إليه هذه المقدمة اللي هتكون ثابتة معانا لفترة للرد على مثل هذه القضايا الخطيرة قدر الطاقة إن شاء الله تعالى. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير، أمرتك الخير، لكن ما أتمرت به وما استقمت، فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وكرموا على سائر أو على سائر المخلوقات، وأودعوا الجليل سبحانه وتعالى فطرة سليمة بتدعو إلى الخير وبتبعده عن الشر. ومع ذلك بنجد أن بعض الأفراد بينحرفوا عن هذا الطريق المستقيم القويم، ويتورطوا في سلوكيات شاذة بتتعارض مع هذه الفطرة السليمة. لما نشوف اليوم إجازة كده عالمية عن فاحشة إتيان الرجل للرجل، أو مثل هذه الصور الشاذة
عن الفطرة والطبيعة السوية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليها، ويتقال عن هذه الفاحشة وإجازة القيام بها، بل احتفال بأفراح عرس بهذه الفاحشة البغيضة، ويتقال إن ده حرية، وإنه ده كمان يتقرر في بعض المناهج عالميا، ويتعمل كرتون عشان يدعم ده لما يتقال عن هذا الانحراف السلوكي إنه حق إنساني. لا، ده لعب شيطاني منحط، إجرام بحق الإنسانية، تشويه للإكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لهذا الإنسان المكرم. إبليس وأعوانه من البشر عايزين يضيعوا هذا التكريم الإلهي للإنسان ويشوهوه، ويقول وياخدوا الناس أو يتقولوا أو يقولوا للناس معاني مغلوطة ويكسوها بثياب إن دي حرية، إن ده حق إنساني. بقول للناس دي، بقول لهؤلاء الناس اللي بيرددوا بجهل كل اللي بيقولوا الغرب وبيخطط له كمان، مش كده وبس، مش اللي بيقولوا وبيخطط له وبيبسه في أفلامه وفي الكرتون، ده كمان عايز يفرضه على العالم. نذكر هؤلاء جميعا بأن ربنا أكرمك، أكرمك يا ابن آدم، ونص على ذلك في كتابه، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم. وإبليس لعين حقود، جاهر رب العالمين سبحانه وتعالى بخبيث ما، جاهر رب العالمين بخبيث ما في نفسه إبليس، قام بذلك تجاه آدم وذرية آدم، وقال كما ورد في سورة الإسراء على لسان ذلك اللعين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ده تهديد من إبليس بالانتقام من آدم وذرية آدم. هو بيتوعد وبيقول أرأيتك، يعني أخبرني، هذا الذي كرمت علي، ده آدم، ده اللي أنت كرمت علي وفضلت علي، لئن أخرتني يا ربي ليوم القيامة، يعني ما أخدتنيش بالعذاب، لأن وجب في حقه العذاب للغرور ولعصيان كلمة الله تعالى وأمره. فقال له لو أخرتني ليوم القيامة فلم تأخذني بالعذاب أو بالموت لأستولين على بني آدم، هستولى على أفكارهم وعلى مشاعرهم وعلى معتقداتهم، وأشوش عليهم وأسحبهم لصفي وأجعلهم من جندي إلا المخلصين من عبادك. يبقى يحذر الإنسان في رحلته هذه من هذا العدو إبليس اللعين وأتباع إبليس اللعين. قال الله تعالى عن خلقه للإنسان في سورة التين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. المعنى بتاع الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول بأنه خلق الإنسان في أحسن صورة وأفضل هيئة، مع ما ميزه به سبحانه وتعالى من كمال العقل وحسن التمييز والإدراك، وجعل عنده استعداد، خلق في ذلك الاستعداد لقبول العلوم والمعارف والثقافات وأنواع الهدايات. لكن من غفل عما ميزه الله تعالى به وراح كده في الحياة الدنيا بتاعته يفعل ما لا يبيحه له لا عقل ولا شرع ولا ترضى حتى به فطرة، مجرد إنه عاوز يعمل اللي على مزاجه، وانطلق في الحياة الدنيا يتزود من متاع الدنيا والاستمتاع بشهواتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون تمييز بين حلال وحرام، وأعرض عن النظر فيما ينفعه في معاشه في الحياة الدنيا وفي معاده في الآخرة، وأعرض عما يرضي المولى سبحانه وتعالى به وما يوصله إلى الطريق أو إلى الفلاح في الدنيا
والنعيم المقيم في الآخرة، ذلك الذي يعرض عن نعم الله تعالى اللي أودعها فيه، يكون أو يكون أشبه بمن أو كأنه ذلك الشخص الذي أضاع نفسه في هذه الحياة الدنيا. الله تعالى أبدع خلق الإنسان، ونبه إلى ذلك بالقسم في سورة التين، إنه أبدعك وأبدع خلق ذلك الإنسان، وفي ذلك المخلوق من الأسرار ما فيها. وميزك رب العالمين بأنه أعطاك الفطرة السليمة والعقل اللي تقدر بيه تدرك حسن الأشياء وقبحها، يعني تعرف تميز بين القبيح وبين الحسن، وبهذا امتاز الإنسان عن سائر مخلوقات الله تعالى، وكان الأفضل من بينها المكرم. لكن اللي من يتبع الحق فيما أعطاه الله تعالى من ألوان النعم اللي بيها كرمه سبحانه وتعالى، ربنا اداك نعم كتيرة، اداك العقل والفطرة السوية وأرسل رسل ورسالات، فأنا أهمل كل ده وعطل عقلي عن التفكير وأشغب على حواسي بالانغماس في الشهوات المحرمة، فأنحرف بالنعم دي عن الطريق المستقيم، فألغي قواعد الفطرة وأفسد العقل وأمشي ورا الشهوات والأجندات وأهل الاستكبار في الأرض اللي بيخدموا مصالحهم بس ولا شأن لهم بصالح البشرية. فهذا الإنسان الذي يتبع هؤلاء المغرضين بيعود يتبع هؤلاء المغرضين وبيتبع هوى نفسه، وعايز يمشي في الدنيا من غير قاعدة تحكمه، من غير آداب وأحكام هي في أصلها في صالح ذلك الإنسان لو امتثل إلى أمر مولاه سبحانه وتعالى. الإنسان ده اللي بيتبع هؤلاء، بيتبع هوى النفس، بيعود أحط من الحيوانات في الدنيا، وكذلك سيقول حاله في الآخرة إلى أن يكون في أسفل قعر جهنم، إلا طبعا أهل الإيمان وأهل الاستقامة، استثناهم المولى سبحانه وتعالى من هؤلاء. لذا فإن قول المولى سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين، أي إن اللي من هؤلاء استش من هؤلاء من بني آدم اللي استشرى فيه الفساد وطغى على تفكيره، لأنه عطل عقله عن إنه يفكر إيه الصالح ليا عشان أعمله في الدنيا فأفوز، لأفوز في الدار الآخرة فأفوز بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة. لا، ده أنا ماشي بعمل اللي نفسي فيه واللي أنا عايزه، وأتبع كل يعني مستكبر في الأرض يسعى إلى إنه يشوه الفطرة اللي ربنا فطر الناس سبحانه وتعالى عليها. ده عطل تفكيره عشان ما فكرش إيه الصالح ليه يعمله، وأمعن في سبيل الضلالة متبع للشهوات من دون رادع لا من دين أو خلق، ونسي فطرته فصار كالحيوانات بل أدنى من ذلك، وتردى في هوية الشرور والآثام إلا من عصمهم الله تعالى، فضلوا على فطرتهم النقية الطاهرة كما خلقها مولاها سبحانه وتعالى. لقد جاء الشرع الشريف مؤكد على مقاصد خمسة كلية كبرى هي محفوظة ومراعاة في جميع الشرائع السماوية، يتفق عليها أهل العقل، يعني العقلاء والحكماء لا ينكرونها، اللي هي حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال. راعى هذه المقاصد الشرع الشريف في جانب التشريع وجودا وعدما، بمعنى إنه الشرع دعا لحفظ هذه الكليات، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، رعاها كل الأحكام جت في الشريعة عشان تحافظ على هذه الكليات لحفظها في جانب الوجود. يعني ربنا أنعم على الإنسان بالعقل وأنعم على الإنسان بالحياة بهذه النفس، فمنع مثلا الاعتداء على النفس الإنسانية من دون حق أيما كانت هذه النفس. وفي جانب العدم كذلك أباح، لما الإنسان يتعرض لخطر أو شيء أباح له الشرع أو أباح للمضطر تناول الممنوع استبقاء لحياته، فقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
إن الله غفور رحيم، وكل ده تقدر يعني أو هكذا في كل المقاصد الخمسة جميعا، بما في ذلك الحفاظ على عرض الإنسان وكرامته اللي هي محط العناية في فقرتنا دي الجديدة اللي احنا استحدثناها في حلقة الرد على الأسئلة، لأنه حفظ العرض جاء في حقها تشريعات إلهية وتوجيهات ربانية وهدايات نبوية، منها ما جاء على سبيل الوقاية ومنها اللي جاء على سبيل العلاج، يعني بحيث أنه يكون لدى الإنسان المؤمن مجموعة من الحدود والضوابط بتمنعه من أنه يقع في مثل هذه الانحرافات السلوكية. كمان هذه الحدود والضوابط والأحكام والآداب بتستنقذه عند وقوعه في مثل هذا الزلل، وبتاخد بإيديه إلى الطريق القويم مرة أخرى. فقد وضعت الشريعة أطر بتحمي الإنسان من الوقوع في الشهوات المحرمة، زي مثلا بنجد الأوامر الربانية في القرآن الكريم، في الوحي الشريف عموما، بغض البصر الدعوة إلى الزواج باعتباره الوسيلة المشروعة لتفريغ شهوة الإنسان، ما جاء به الوحي الشريف من ضرورة ستر العورات المنصوص عليها وعلى قدرها، وقامت كذلك الشريعة بتحريم الاقتراب من الفواحش، وأرشدت الشريعة إلى مراعاة اختيار الصحبة الصالحة لخطورة الصحبة، وحثت الشريعة على كذلك ممارسة الأنشطة النافعة، الحفاظ على الوقت واستثماره في الأنشطة النافعة زي ممارسة الرياضة، أعمال الخير اللي فيها نفع للناس. حذرت من الفراغ وكثرة الفراغ، لأنه الإنسان ما يتركش نفسه كده يبقى فريسة للباطل، لابد أن يشغل النفس بالحق حتى لا تشغل بالباطل. منعت كمان الشريعة الإسلامية تناول ما يؤثر على العقل والتفكير، ومنعت كل ما يؤثر على العقل والتفكير والصحة عموما، كل ده حفاظا على هذه المقاصد اللي أو الكليات اللي كل الأحكام الشرعية جاءت للحفاظ عليها وضبطها. وحذرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من اتباع غيرنا من غير وعي ولا إدراك. وبعجب أني ما بسمع من بعض الناس يقول أنا أصلي مع الحرية، الحرية المثلية، مسلم يقول ذلك كيف هذا، أو مسلمة تقول ذلك كيف هذا، يعني إزاي إحنا بنشيع الفاحشة في المجتمعات المسلمة أو حتى في المجتمعات اللي هي غير مسلمة. المفروض إن المسلم يحمل الخير للعالمين، وهكذا كانت الحضارة الإسلامية جاءت بالعلم والمعرفة والثقافة واحترام الآخر، وجاءت راعية لمنظومة القيم والأخلاق اللي كل الشرائع السماوية تؤكد عليها. تسمع النهاردة إباحة هذه الفواحش ونقول تحت إن دي حرية أو ده حق إنساني، والناس دي اللي هي ماشية بتقلد تقليد أعمى لثقافات لا تتفق مع شرعنا وأخلاقنا، تقليد أعمى لثقافات لا تتفق مع شرعنا وأخلاقنا وأعرافنا وهويتنا. والحقيقة إنه يعني رعاية أو أخذ في الاعتبار بمثل هذه الموضوعات ومناقشتها يعني بيسهم في حصول بيئة صالحة في المجتمع، عشان يلتزم المجتمع بالقيم اللي جاءت من أجل تزكيتها الشرائع السماوية. فده بيساعد في أنه في تحقيق تنشئة الأجيال تنشئة سليمة دينية ونفسية وأخلاقية، والتنشئة العامة في كل الميادين. والحقيقة إحنا في المرحلة المقبلة سوف نتناول في هذه الفقرة من كل أسبوع قبل ما نبدأ الرد على أسئلة حضراتكم في بداية الحلقة في مقدمتها، هنبدأ ما يوضح وسائل الوقاية من الوقوع في براثن تلك الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، وسبل كمان العلاج لمن وقع في شيء منها، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والمعونة، ونسأله كذلك أن يحفظ شبابنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين.